يستخدم نجار مخرطة لتشكيل الشكل النهائي لقدم طاولة مصنوعة يدويا. إن المخرطة عبارة عن الأداة الخشبية التي تدور الأشياء حولها، لذلك يمكن أن تستخدم لعمل الأشياء التي على ما أعتقد تكون دائرية الشكل تقريبا كقدم طاولة أو شيء من هذا القبيل. وحتى تتلائم القدم فإن عرضها يجب أن يكون 150 مليمتر مع السماح لخطأ الحافة وهو 2.5 مليمتر. إذن في العالم الخيالي يكون عرضها 150 مليمتر، لكن عندما تقوم بصناعة شيء ما فلن تحصل على العدد الدقيق، إذن يقال أنه يمكن أن يكون 2.1 × 2 مليمتر فوق أو تحت تلك 150 مليمتر. الآن المطلوب منا أن نكتب متباينة القيمة المطلقة التي تمثل هذه العلاقة، ومن ثم نجد معدل عرض قدم الطاولة الممكن. إذن طريقة التفكير بهذه المسألة، دعونا نضع W نسبة إلى عرض قدم الطاولة. فإذا أردت أن أخذ الفرق بين W و150، ما هو؟ هذا سيعطينا مقدار الخطأ الذي فعلناه، أليس كذلك؟ إذن W سيكون أكبر من 150، دعونا نفترض أنه 151، بالتالي فإن الفرق سيكون 1 مليمتر، أي يكون أكبر بمقدار 1 مليمتر. إذا كان W أقل من 150 فإنه سيكون عدد سالب. إذا كان W يساوي 149 فإن 149 ناقص 150 يساوي سالب 1، لكننا سنهتم لأمر الحافة المطلقة، لا يهمنا إذا كنا أعلى أو أسفل، فإن مقدار خطأ الحافة يقول بأنه يمكن أن يكون 2.1 × 2 أعلى أو أسفل. نحن في الحقيقة نهتم فقط للقيمة المطلقة للفرق بين W و150. هذا يخبرنا كم مقدار الخطأ الذي قمنا به، وكل ما نهتم لأمره هو ذلك الخطأ، إنه يجب أن يكون أقل من 2.5 مليمتر. وأنا أفترض أنه أقل من، قيل لنا أن خطأ الحافة هو 2.5 مليمتر، أعتقد أنه يمكنه أن يكون أقل من أو يساوي، يمكن أن يكون 2.5 مليمتر بالضبط. هذا هو الجزء الأول، لقد قمنا بكتابته كمتباينة القيمة المطلقة التي تمثل هذه العلاقة. وأنا حقا أريدكم أن تفهموا ذلك، كل ما كنت أقوله انظروا، هذا هو الفرق بين عرض القدم الحالي و 150، الآن لن نهتم فيما إذا كان أعلى أو أقل، بل سنهتم فقط للمسافة المطلقة من 150 أو للقيمة المطلقة للفرق، لذلك نأخذ القيمة المطلقة. وذلك الشيء، أي الفرق بين W و150 أو الفرق المطلق، يجب أن يكون أقل من 2.5. الآن لقد رأينا سابقا أمثلة لحل هذا، هذا يعني أن هذا الشيء يجب أن يكون كلاهما أقل من 2.5 وأكبر من سالب 2.5. إذن دعوني أكتب هذا، إن هذا يعني أن W ناقص 150 أقل من أو تساوي 2.5، و W ناقص 150 أكبر من أو تساوي سالب 2.5. إذا كانت القيمة المطلقة لشيء ما أقل من 2.5 فإن هذا يعني أن المسافة من صفر هي أقل من 2.5. بالنسبة لشيء ما يجب أن يكون بعده عن الصفر أقل من 2.5، في الاتجاه الموجب يجب أن تكون أقل من 2.5، لكن أيضا لا يمكن أن تكون أكثر من سالب 2.5، وقد رأينا ذلك في العروض القليلة السابقة.
إذن دعونا نحل كل من هذه. إذا أضفنا 150 لطرفي كل من هذه المتباينات، وفي الواقع يمكننا أن نفعلهما معا، دعونا نضيف 150 على هذا الجانب أيضا، على ماذا نحصل؟ يصبح الجانب الأيسر من هذه المتباينة W، هؤلاء يتم حذفهما، أقل من أو تساوي 150 زائد 2.5 تساوي 152.5، ولا يزال لدينا ال و، وعلى هذا الجانب من المتباينة هؤلاء يتم حذفهما، لدينا فقط W أكبر من أو تساوي سالب 2.5 زائد 150 تساوي 147.5. إذن عرض القدم يجب أن يكون أكبر من 147.5 مليمتر وأقل من 152.5 مليمتر. يمكننا أن نكتبه هكذا، العرض يجب أن يكون أقل من أو يساوي 152.5 مليمتر. أو أنه يجب أن يكون أكبر من أو يساوي، أو يمكننا أن نقول أن 147.5 أقل من العرض، وهذا هو المعدل، وهذا منطقي تماما، لأنه يمكننا أن نبتعد بمقدار 2.5 عن 150. مضمون هذا أن المسافة بين W و 150 يمكن على الأكثر أن تكون 2.5، وكما ترى أن هذا 2.5 أقل من 150، وهذا 2.5 أكثر من 150، وانتهينا.